عندنا ندوة صحفية هذه باش نعطوكم بسطة على أهم النقاط العالقة في السكك الحديدية، وخاصة منها هي النقص الكبير في القطارات. كيف معناها ثم معاناة كبيرة خاصة على مصالح الفنية اللي هي ما توفر لهمش القطاع الغيار في الوقت اللي لازم باش يقوموا بالإصلاحات باش معناها ما طيحش ترينوات. الحقيقة اليوم ولد هذا النقص، هذا ولد احتقان كبير في على مستوى المحطات، خاصة معناها أصبحنا نشوفوا في برشا اعتداءات على الأخيان السواق نتاع القطارات، كيف برشا اعتداءات على ماتريال. راهو اليوم ثم معاناة في المسافرين، تردي الخدمات بطبيعة الحال هذا موجود، كيف فقدان أبسط وسائل الصحة والسلامة المهنية اليوم. العون والمواطن تحت الريس الحقيقة، معناها صيحة فزاعة اليوم، وين باش نمشوا؟ هذا مرفق عام، هذا التوانسة تستعمل فيه صباح ليل عشية، تم محاضر اتفاق قديمة إلى حد الآن صابر عليها الأعوان، فما القانون الأساسي اللي هو معناه يلزم تحيينه، معناه شوف قداش العمر نتاعو، فما المعاناة نتاع الأخيان في السوترافير اللي يخدموا في السكك، معناه فما وضعية متردية، ثم معناه بعض المشاكل معناها عند الأعوان يتشكوا منهم، لكني ديمومة المؤسسة ولا التعنيم هي بدرجة أولى. ما ثم حتى تجاوب من سلطة الإشراف، بل بالعكس وزير النقل وإلا سلطة الإشراف تتكلم بتعالي وما على بالهاش، معناها وكأنه الشيء ما يهمهاش. احنا في الشمينو عندنا ثلاثة وحدات تهم معناها التنقل في القطار، اللي هي البضائع والخطوط البعيدة والأحواز، أحواز جنوبية والأحواز ساحل. بالنسبة للأحواز الجنوبية كنا نعمله في 120 سفرة يوميا، اليوم ولينا نعمله في 80 سفرة يوميا، معناها لعدة مشاكل بما فيهم التعطيل ومعناها غلق الأبواب الأوتوماتيكي من طرف المسافرين، عدم توفير الإشارات الضوئية اللي هما يسبوا في رالونتيسمون، معناها القطار يكون يمشي في سرعة 40 كيلومتر في الساعة يولي يمشي في 10 كيلومتر في الساعة، هذا ما يتسبب في تأخير انطلاق وخروج القطارات. بالنسبة للخطوط البعيدة، عدم وجود المعدات اللي هما القاطرات، الأسباب متاعهم هي ليزاكسيدون، معناها ليزاكسيدون تاع اللي صاروا سابقا من 2011. نحن بالنسبة لخطوط الأحواز مثلا ما اقتنيناش القطارات، الخطوط البعيدة كذلك معناها أخذنا زوز أنواع متاع قطارات اليوم الدي ام يو والاو اكس، هذوما القطارات معناها حديثة، معناها فهمت، لكن الحديثة هذية كل حادث مرور ولا أي خطأ يسبب في خروجهم على ذمة معناها السكة، معناها يتنحى القطار هذاك. المطالب المهنية اللي هي عندنا القانون الأساسي بتاعنا نطالبوا باش يتحين وتحيين المنح، ما عندناش ماتريال وما عندناش إيكيبمون باش تلبسوا، معناها فهمت، نمشيو قاعدين نوخروا لتالي، نحاولوا باش ناخذوا قاطرات جدد. نحن الهيئة الإدارية نتاعنا القطاعية في جهة تونس، نحكي بطبيعة جهة تونس هي نهار 28 أكتوبر هذا، الهيئة الإدارية القطاعية هذايا وبالتنسيق مع الجامعة العامة للسكك نخرجوا إن شاء الله بأشكال نضالية. إذا ما فماش استجابة من طرف الوزارة والطرف الإداري، بيان سور نجموا نعملوا إضراب.